السلام عليكم السي بشعيب. اهلا وسهلا. انا راه جاي عندك بعد زرب ما والو، حتى الشك مشوق، باغي تسرح، باغي تحير فيك مواليك. هي موالية وجوادي. يلاه سير الجواد. اه يا سيدي بيبي، اه يا بو اشي الله مولاي ادريس. هاد البيسة اخص محمد، يعني شي حاجة جديدة عاوتاني. شوش كنقول لكم، وتصمتوا الكلام، يعني هذا لاله راه هي كذلك 4500 درهم، اليوم عاوتاني داخله 2500 درهم. العبار ديالها 3 متر ونص على متر ونص، كل عقيقه وكل حجره بالخيط ديالها. بالنسبه للقفطان ديالها هو كذلك دغادو سوا اللي هو اوريجينال، كيدير 700 درهم بوحديتو، يعني اللبسه والقفطان ديالها له 700 درهم، وكاين 4500 درهم. اليوم كنقول لك 2500 من 4500 درهم 2500 درهم. باش نشرح لهم هذه المساله اخويا بشعيب، راه هذيك كنا كنبيعوها ب 4500 درهم اخر ثمن، وعمرنا صورناها. علاش؟ حيت حنا اصلا كنا كناخذوها غاليه. هاد الماركه هذه مع الوقت عندهم مدعدعه يا خويا بشعيب، حنا نقصنا فيها الثمن من عندهم، وفينا ما نخليوها دايره 4500 درهم، ولكن ما كنربيو ما كنكبروش كرشنا خويا بشعيب. جبناها ناقصه نقصوا، جبناها زايده راه غادي نزيدوا عليكم. ها هو ما عندنا ما نديرو، المهم الربح راه كيبقى هو، ما عمرنا انا غادي نطمعوا ولا شي حاجه خويا بشعيب. وهذه كل من بتب... شنو نقول لك، حجر شوارفسكي هذا بشعيب. شنو بزاف، وداك الشيء اللي قلته قليل في حقها. ايه والمتراج اخويا 3 ونص، كاين اللي جايه 4 متر، يعني عبار كبير ووافي كاع ما تشوفش. خلي دير يعني لها بحال هكاك خويا بشعيب، عرفت كيفاش كتبان صحيح؟ دير الكلوش كي تو. والقفطان ديالها بوحديته تستغلي قفطان دغدا سوا. لا صراحة 2500 درهم راه 4500. بارطاجيو ومحيدها منا 2000 درهم. بارطاجيو هذا الخير، الله يرحم بها الوالدين. بارطاجيو هذا الخير. شو الجمال، شو التكشيطة، كيفاش دايره؟ مهيبة، فيها الهيبة اخويا، فيها الهيبة. وعلى لون كي داير، حتى لوني نسك في لون صراحة، لون خطيرة. خليني بشعيب، خلي اخويا عطيتك شي طاح حق اخويا. سقي عوينات اختي بشويه عليك بلاتي، وحده وغير بالتساويل. شوش 4500 درهم ل 2500 درهم. والدغادو سوا راه ما كنعطيو للتكشيطه، راه تخيل لي دابا بشعيب هادي نصوروها بالدومي سوا نربحو 500 درهم واحد اخر. نقول لك اختي واحد القضيه، ملي غتوصل عندك هاد اللبسه هادي وغتشدي الدغادو سوا وغتقلبي الحاشيه ديالو وغتشوفي الدغادو سوا اللي واصلك كيفاش كاين، وسولي عليه غير هو بوحديتو في شي بلاصه اخرى، هادي في حالتي الا لقيتيه ما غاداش تلقاه. يعني راه نقدر ندير لك دومي سوا ونربحو 500 درهم واحد اخرى زايده في الربح، ولكن لا، التكشيطه نعطيوها حقها. دغادو سوا اوريجينال كيدير 700 درهم، يوصلك شوفي الماركه ديالو شنو مكتوبه فيه وسولي على خاطرك. وهاد 700 درهم اللي كنهضروا عليه خاص محمد غير عند رميسه، يعني في حالتي لقيتي بشي بلاصه اخرى تقول لك 1100 درهم. هاي يا خاش صراحه تنبات فيها غريب، طرز ديزاين جديد، شي حاجه 2022 ديال العشاقه ديال العشاقه. شو كيدير راه كاينين شي ناس اخويا بشعيب بحال كتجي 2500 درهم بحال غاليه. اختي دابا راه قارني الجوده مع الثمن، راه عندنا تكاشط ب 1000 درهم 800 درهم كنصوروهم، ولكن هذه راه كنقول لك اختي الثمن 4500 درهم، يعني 90000 ريال، يعني 4500 درهم يعني 90000 ريال. وشوف دابا غير علاش هاد السر نزلنا في الثمن، حنا مضاربين على قبلكم مقاتلين باش حتى الدرويش يلبس هاد التكاشط هذا، يعني خدينا واحد الكميه زوينه لا باس بها اخويا بشعيب، خلصنا الثمن اسبيس استغلينا حتى حنا البيع والشراء داير بحال هكا اخويا بشعيب. استغلينا الظروف هذه، حتى هما عندهم ظروف، يعني عندهم خدامه كثار باغينا يشدوا الفلوس، حنا نقصنا فيها الثمن وما طمعناش الحمد لله. هادشي كامل على قبلكم، حنا بحال الربح ديالنا خديناه في المشتري اخويا بشعيب. دابا هذه راه التكاشط راه تقريبا راه كنقول لك هادي هي الهوته خويا بشعيب، واش تزقل الهوته؟ ما نزقلهاش اخويا، هادي قلت لك دابا اسمح لي شحال من هاديك العيط نقدر نبيعها لحريفي ب 2500 درهم، قلت لك جمله وما نحرق راسي ما نحرق دمي كيف كنقولوا، ما نصورها ما والو. بحال هذيك المباراه اللي دارت البوز في المغرب كامل اللي جابتها رميساء اخويا بشعيب. والله الا بنفس الثمن ديال الجمان، نفس الثمن ديال الكليان ديال الديطاي باش باغينها، وهكاك ما بغيناش نبيعها لهم، بعناها للكليان ديال بياسه وعندي الربح، والكليان ياخذ بياسه نقيه ونكسب هو كله اللي معاه وربح معاه شي بركه قليله. وبزاف ديال الكليان كيف الخياطه كيف كنقولوا الحريفيه اللي هما جماله قال لك خلينا بداك الثمن، وما عارفين كيفاش غادي يبيعوها، يعني يبيعوها ب 5000 6000، هذيك التجاره حنا خاطينا. هما راه كيعرفوا راسهم تما كذلك، راه هما المتتبعين ديالنا تما كذلك، راه سير اخويا بشعيب حنا عارفين من الموجه الاخر. بشعيب حنا رميساء منبر وبوق ديال التوابات في المغرب، يعني هي اللي سايقه القافله.
ايه ونزيدكم التين عاوتاني بالنسبه للدريات راه اي قفطان درتي لها لتحت معاك كيف وراكم سمح محمد دابا هنا راه كتبع القفطان يعني التيول ديالها ترونسبار وكتبع اي دوبلور درتي معاه يعني كتبين اي القفطان اللي خشيتي معاه راه كتبعو تقدر تاخذيها بهذا اللون وديري له قفطان اخرى على سبيل المثال بحال هذه الكري بلون كاسي سوم والغوز الفيغوز هاد اللوينات كاملين يمشيو لك مع هذا والثمن ديالها 2500 درهم خويا شي حاجه والله خويا بصح بصراحه انا ملي بدات هاد كورونا ما شفت انا بحال هاد التكاشط اللي دخلونا مؤخرا دابا بحال هذيك الثليجه يعني خدمه متقونه ثمن جد مناسب والهوته صراحه انا شو 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 هضر على راس اخو محمد هاي شو شو هي اللي كتكلم الراس مالكه غتكوني اميره اختي لبستي هذا تيقيني شي كلشي غادي ينوض يبقى حل في موفك اختي شي ملي تدخلي المناسبه كلشي غادي ينوض غيبقى حد لابسه بوحدك البياسه هذه في هذيك المناسبه شكون هذيك منين جابتها فين خداتها اي الهضره غادي تكون غير عليك اختي ونخاف عليك من العين لا خصك تقراي المعوذتين جاتها غزاله مع اثنين طاحس عليها وات هذيك مخزانيه ديال الملوك تكشيطه اخويا بصراحه اي والله الا واتها وخداتها قالت ثمن زوين الثمن هو 2500 عندك الحق اختي تقول لهم خديتها مليون حيت التكشيطه ما كايناش خاصه اندروميسا ملي كنقولوا خاصه اندروميسا الثمن جد مناسب ها هو السكرين ها هو الفيديو قطع الفيديو سكريني وسيري للسوق قلبي وخلي رميسة اخر محطة عاد اجي شري من عندنا تطمني اختي ويرتاح لك القليب ديالك عاد اجي عندنا مرحبا والف مرحبا انا عاودتني على اللون خويا بشايب قبل بقات لك هذه هي الاخرانيه بغيتك دير لي معها هاد السيل باش تطبق هذيك الهضره اللي قلتي للكليان بغيتك دير معها هاد السيل هذا ديال الورده اخويا انا تقدر تعجبني به ها هو اخويا شوف اخويا بشايب عافاك حبيبي الوالدي كيقلب كيقلب شايب انا بغيت نعذبك بالهاني انا هاش بغيت نعذبك بالهاني انا اخي انا سيدي عذاب كراحه فوالا دير لي اخي انت خابش انا كليان باغي نشري خويا دابا انا غنشري منهم واحده تفاشش اخويا يا خويا اللي قلتها لك غديرها ليا على راسي هاي خويا باش نحيد الشك عليا انا خويا بشعيب انا دابا عجبتني بهذا اللون ولكن بغيت نتخيلها بالساتان دوشيز حيت السيده اللي غناخذها ليها ضعيفه بالساتان دوشيز اخويا بلون كاس انا سيدي حبيبي هانت شوف هذه واش بوه ولا تاتا ولا كاميليون هذه هاي شوف كيف هانت شوف كيفاش كانت اسمح لي اخويا بشعيب ها كيفاش كانت ها كيفاش ولات ها كيفاش تولي وقولوا بسم الله الرحمن الرحيم شو التكشيطه كي ولات عاوتاني وخويا بشعيب صراحه والله يا خويا الفيديو ظالم تكشيطه بزاف عرفتي كيفاش كنشوف انا دابا راه باش الشوفه ديالكم راه بزاف ديال الكليان جا عندنا المحل قالوا جبدنا ليه قال لنا واو 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 راه كتبان في الفيديو عيانه وكتبان في الفيديو عيانه عندهم وجايه كتجري باش تشريها ولكن ملي كتجي اختي عندنا ولا كتوصلك التكشيطه ديالك راه كتفاجئ اختي راه كلها كتبري كترتي هذه انت ما كتشوفيش والفيديو ما كيبانوش هاد الحوايج هادو انا خويا بشعيب ناخذ بهذا البياض هذا صح وبالساتان دوشيس كيجي غزال في الساتان دوشيس كيعطي واحد البولي باش نفهم خويا هذاك العشاق الكلوش اللي كتبغي تبازي يعني لبسه شاده في راسها وكتبغي الكلوش بعيده هو الساتان دوشيس حيت الساتان دوشيس كيدفع من التحت كيعطي الكلوش ديالها وسيرتو اللي كتكون غليظه كنقولوا عامره من الكتاف وعندها صدر راه ننصح بالساتان دوشيس باش يقاد لها الفورم يعني الفوق مع التحت والثمن ديما كيبقى هو هو واخا تغير القطان اللي هو 2500 درهم بالصحه والراحه وتقطعوا وتعاودوا ولو جيم ولي بارطاجو